بعد استخدامي المكنة النانو بريسو لفترة حبيت أقول لكم كل مميزاتها وعيوبها للي بيفكر يشتريها، وكمان البن المناسب ليها، وكمان أفضل إكسسوار من وجهة نظري. ولو أول مرة تشوفوني، دي قناة صباح القهوة لكل اللي بيحب القهوة. أتمنى تشتركوا معايا في القناة، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك على الفيديو. ودلوقتي بقى هقول لكم على مكونات النانو بريسو. هي بيجي معاها الباسكت ده للسنجل شوت اللي بنضيف فيه الاسبريسو، وده بقى المكان اللي بنضيف فيه المياه السخنه لغايه العلامه، وهنا المكان اللي بينزل منه الاسبريسو. وهنبتدي دلوقتي بالمميزات ونشوف مميزات النانو بريسو. اول ميزه انها صغيره زي ما انتم شايفين، ممكن ناخدها معانا الشغل او ناخدها السفر، يعني هي بصراحه مش بتاخد مكان خالص. دي طبعا ميزه، اول ميزه ليها. تاني ميزه برضو ان هي طعم الاسبريسو فيها مميز جدا جدا، يعني افضل كمان من ماكينات الاسبريسو المنزليه او اي مكنه اسبريسو احترافيه الحقيقه. يعني هي بصراحه طعم الاسبريسو فيها ممتاز جدا، يعني بجد احلى اسبريسو انا بشربه من المكنه دي، رغم ان انا عندي مكانتين تاني اسبريسو، بس بتفضل النانو افضل ماشين فعلا في الاسبريسو وفي طعم الاسبريسو. وبرده من المميزات ان هي اكسسواراتها كتيره جدا، يعني بيجي معاها اكسسوارات كتير، منها اللي هو محول الكبسولات اللي هو الكبسولات النسبريسو. طبعا انا اتكلمت عنه في فيديوهات كتير، وحقيقي محول كبسولات النسبريسو جميل جدا، وطعم الكبسولات فيه كان احلى كمان من الماشين النسبريسو نفسها، فبصراحه يعني جميل جدا الحقيقه. وبرده من الاكسسوارات الجميله اللي هي الباريستا كيت، بجد من اجمل الاكسسوارات لماكينه النانو بريسو، لان افضل دبل شوت ممكن فعلا تاخده بالباريستا كيت. حقيقي انا بفضل الباريستا كيت كاكسسوار او كبدايه، يعني لو حابين تشتروا اكسسوار اشتروا اول حاجه الباريستا كيت، اتكلمت عنه قبل كده في فيديوهات كتير، هسيبها لكم برده في صندوق الوصف وفي صندوق وفي الفيديوهات اللي بتظهر في علامه الاي. وبرده بيجي معاها محول كبسولات ماكينه الدولشو جوستو، قبل كده برده انا عملت فيديو عنه هسيبه لكم في الفيديوهات اللي في علامه الاي وفي صندوق الوصف، بس انا بصراحه مش بفضله لانه بيطلع الاسبريسو خفيف جدا، وبرده كبسولات الحليب بتبقاش حلوه، لكن يعني هو بصراحه ما حسيته ان هو مش بفضله قوي في اكسسوارات النانو بريسو. وقبل كده انا عملت فيديوهات كتير ان احنا ممكن اساسا كبسولات الدولشو جوستو ممكن نستخدمها من غير ماشين اساسا، يعني انا هسيبها لكم برده في الفيديوهات اللي بتظهر في علامه الاي. وزي برده ما اتكلمنا عن المميزات، هنتكلم عن عيوب النانو بريسو من وجهه نظري. اول عيب ان الشوت الاسبريسو بيطلع مش سخن قوي الحقيقه. في ناس كتير بتسخن الاول المكنه او بتعمل شوت بميه سخنه الاول على اساس العيب ده، يعني برضو تبقى تاخد شوت سخن شويه، او انا بسخن انا بكتفي بس بتسخين الفنجان، بس برضو بيطلع الشوت الاسبريسو مش سخن قوي الحقيقه. وكمان نوع الطحنة، يعني كمان مش بيمشي معاها اي نوع اسبريسو، لاني بيبقى محتاجة طحنة خشنة شوية، بتبقى بيفضل كمان تبقى اخشن شوية من الاسبريسو، يعني الطحنة الناعمة مش هيمشي معاها خالص. وانا قبل كده يعني اتكلمت عن الموضوع ده، وكان مش ماشي معاها زي الاسبريسو الي، كانت الطحنة ناعمة جدا، رغم اني كان اسبريسو الي عجبني، لكن ان انا اضطريت ان انا ما اجيبهوش تاني لاني الطحنة ناعمة، وحسيت برضو ان الدراع تقيل او بقلل جدا البن. فيعني يعني بلاحظ اني اما انك تدور بقى على بن ان هو يكون خشن شويه، يعني هتضطر ان انت تجرب اسبريسو كتير لغايه ما توصل لدرجه الطحنه المناسبه للنانو بريسو، يا اما بقى هتشتري مطحنه. فانا طبعا بفضل ان احنا نشتري مطحنه، وبجيب الحبوب وبطحنها بنفسي، فهو ده يعني افضل حل بالنسبه للنانو بريسو. يعني انا شايفه ان البن التجاري مش اي بن تجاري هيمشي معاه، واكيد طبعا واجهت الناس اللي عندها النانو بريسو المشكله دي، يا ريت برده اللي واجهته المشكله دي يقول لنا في التعليقات، يقول لنا برده في التعليقات. وطبعا افضل مطحنه هتجيبها تروس، يعني مش هينفع المطحنه اللي هي الشفرات، لان طبعا احنا عايزين طحنه متجانسه، فهي انت هتضطر تشتري طحنه مطحنه تروس زي كده على اساس ان هي تديك الطحنه المناسبه للنانو بريسو. ده من وجهه نظري.
كمان تمن الماشين غالية شوية، لأن أنت لو اشتريت الماشين بالإضافة للإكسسوارات فهتلاقي نفسك بتخش في مبلغ كبير. يعني هو تمن الماشين اللي هي المنزلي يعني هتلاقيها كمان أغلى من تمن الماشين المنزلي، فطبعا هي غالية جدا بالنسبة للماشين المنزلي. كمان لو حبيت برضو تشتري جهاز تبخير الحليب، لأن هي مش معاها طبعا جهاز تبخير، فأنت هتضطر تشتري جهاز التبخير، أو لو هتشتري فرنش بريس، يعني كل ده تكلفة إضافية على الماشين. كمان ليها مشاكل كتير، لو مثلا الطحنة مش مناسبة فهتضطر كل شوية تنظفها، فهتبقى أو بتلاقي كده إن هي بتنزل الإسبريسو من كل حتة وكده، فيعني فيها مشاكل كتير، يعني لازم برضو إنك تنظفها باستمرار. طيب نشتريها ولا لأ؟ يعني انا بصوا على حسب انت هتستخدمها في ايه. يعني هي مناسبه جدا للشغل او السفر، يعني الناس اللي بتشتغل وبتحب تشرب الاسبريسو في الشغل او كده هي مناسبه جدا ليها. لكن مثلا انك تشتريها كماكينه قهوه منزليه، لا هتبقى ممله جدا الحقيقه، لان انت هتلاقي نفسك عايز تشرب كتير، فهتكسل انك تستخدم مكنه النانو بريسو، لان هي برضو ما ينفعش ان انت تستخدم اكتر من 2 شوت او 3 شوت في اليوم فيها، يعني فانت هتضطر انك يعني هتحس انك هتمل يعني. فهو الافضل انك تشتري مكنة قهوة منزلي. قبل كده برضو انا عملت مقارنة بين الثلاث ماكينات اللي عندي، هسيبها لكم برضو في الفيديوهات اللي بتظهر في علامة الاي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى اللي كل بيفكر يشتريها يشوف مميزاتها وعيوبها، ويشوف افضل كده مناسبة ليه ولا لا. لكن برضو ارجع واقول ان افضل اسبريسو بجد انا بشربه من المكنة دي. انا عندي مكانتين اسبريسو بس، حقيقي المكنة دي هي الوحيدة اللي فعلا باخد منها اجمل شوت فعلا اسبريسو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو واشتراك في القناة. شكرا ليكم للمتابعة، ونشوفكم في فيديو جديد. باي باي.